بوليس الرباط دشنت إنوي مركزها الجديد للبيانات، والتي أنشئت وفق معايير دولية الأكثر تطوراً. ويوفر هذا المركز الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع للمقاولات المغربية خدمات الاحتضان والتطوير التي تحترم المعايير الدولية الخاصة بالربط والنجاعة والأمان. هذا مركز بيانات يعني داتا سنتر تسمح للمقاولات المغربيه باش يوضعوا الاجهزه ديالهم المعلوماتيه في هذا المركز المعلومات باش يمكن لهم يكونوا من اجل تسيير هذه الاجهزه هذه. دونك هذا المركز البيانات كي السعه ديالو 1000 متر مربع 500 متر مربع في المساحة الأولى، ويمكن عندنا 500 متر مربع في المساحة الثانية، وكاين مساحة يمكن نوصلو 2000 متر مربع في هذا مركز البيانات. مساحة أولى من هذه الأربعة المساحات يمكن لها تحتوي على 240 راك، فين كلهم المقاولات المغربية يحطوا لي سيرفور ولي زابليكاسيون ديالهم. بالإضافة إلى ذلك في هذا المركز يمكن لكم تشوفوا اون ريبليكاسيون ديال الكلاود دو انوي، الكلاود سوفران، دونك الكلاود المغربي ديال انوي اللي كاين في الدار البيضاء، وكاين لا ريبليكاسيون ديالو هنا في هذا المركز هذا ديال رباط تكنوبوليس. مركز البيانات يتوفر على كل التجهيزات الاستراتيجية للاشتغال بطريقة آمنة، كما أنه يتوفر على معايير أكثر تطوراً وصرامة على الصعيد العالمي، ومجهز بنظام متطور للضبط والمراقبة يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع. كاين حماية ديال الوصول إلى الأجهزة، المركز سيكوريزي بكاميرات وايضا بنظام حمايه الولوج. دونك الولوج للمركز تيكون بواحد البادج وبلي زوتوريزاسيون سبيسيال. كاينه حمايه ايضا معلوماتيه ديال الاجهزه ديالنا الكلاود، وكاينه ايضا حمايه معلوماتيه اذا بغات الشركات اللي حاطه الاجهزه ديالها تاخذ من عندنا خدمات ديال الحمايه المعلوماتيه ايضا. إنوي إذن ومن خلال هذا المركز بمدينة الرباط ومراكز البيانات الأخرى التي يبلغ عددها 4 توفر للمقاولات المغربية خدمات الاحتضان والتطوير التي تحترم المعايير الدولية الخاصة بالربط والنجاعة والأمانة.